مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بمستر سليم صاحب بيترون ستايل. كيفك مستر سليم؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. كيفك؟ الحمد لله منيحه. مستر سليم، حابين نعرف اكتر عن حضرتك، وامتى بدات تاسيس بيترون ستايل؟ بيترون ستايل بلش بال 2006 بدبي تقريبا. نعم. وأول ما بلشنا بمنطقة شارع الشيخ زايد، وبعدين انتقلنا على حبتور جراند بالمارينا. نعم. وهلأ إن شاء الله عن قريب كمان رح نفتح فرع جديد بمنطقة البزنس بي. إن شاء الله إن شاء الله. مستر سليم، حابين نعرف إيه الخدمات اللي بتقدمها هنا بيترون ستايل؟ الخدمات اللي بنقدمها بالصالون بيترون ستايل تقريبا جميع الخدمات اللي بيتطلبها الرجل العصري، من شعر ودقن ومينيكير، فيشل، واكسينج، مساج، تريتمنت، كاراتين، كل الخدمات متوفرة. أكيد. مستر سليم، حابين نعرف عن نظرتك المستقبلية إن شاء الله. سؤال كتير حلو. دبي اليوم براند نيم. نعم. يوم بتقولي دبي عم تحكي باسم عالمي، ودبي كل يوم تكبر، كل يوم تنمو، كل يوم في شيء جديد، كل يوم تسمعي بشيء جديد. يعني دبي كل يوم إلى نظرة للمستقبل أجمل وأجمل. نعم أكيد. مستر سليم، زي ما أنت عارف، في ظل المنافسة الشديدة الموجودة هنا بالإمارات، إزاي صالون بيترون ستايل قدر يتميز؟ نحن متميز بخدماتنا، بوجودنا بمناطق معينة مع نوع معين من الكاستومرز والكلاين اللي عندنا. وما أنا سهل يعني تكون انت بدبي وتنجح، اكيد بده يكون حدا له نظرة للمستقبل وكيف يتعامل بالامور اللي عم تصير حواليه. نعم اكيد مستر سليم. اكيد مستر سليم، طبعا احنا في افضل بلد هنا بالامارات، نعمة الأمن والأمان موجودة لكل المستثمرين. إزاي بالأخص قدرت تساعد نعمة الأمن والأمان مستر سليم أنه هو يستثمر هنا بالإمارات؟ مثل ما خبرتك بالأول، هلأ دبي مشهورة وإلى اسمها ومكانتها كمدينة، العلاقة بالفاشن وبالاستثمار وبالأمان أهم شيء أكيد. والأمان الموجود بدبي ما بعتقد موجود بأي مكان تاني، والناس الموجودين والأشخاص اللي بتجي بتستثمر هون والناس اللي عايشين هون أكيد أول شيء بنظروا له هو الأمان الموجود بدبي. نعم أكيد مستر سليم. بالأخير بنشكرك كتير ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق إن شاء الله بالمستقبل. مستر سليم، حابين نقول للسادة المشاهدين إزاي يقدروا يتواصلوا مع بيترون ستايل؟ أكيد نحن موجودين بالحبتور جراند هوتيل. نعم. منطقة المارينا جي بي آر، و على انستغرام ولا على الواتساب نمبر ولا على اي موقع سوشيال ميديا، عن طريق اذا عندكم كمان فين يتواصلوا معنا. اكيد. شكرا. Thank you. شكرك كثير. شكرا لك. ميرسي. وشكرا مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقه اليوم. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعايه الله.